بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رغوة التكثيف بأوراق السدر، السدر أو النبق. أوراق السدر، تعمل أوراق السدر على تقليل قشرة الرأس والحكة الناتجة عنها، فالقشرة تعتبر من أكثر مشاكل الشعر انتشارا. هذه من بين فوائد هذه الوصفة للشعر من غير إنبات الفراغات. يخفف السدر من تجعيدات الشعر وأطرافه المتقصفة، يعالج مشكلة الشعر التالف. كذلك تعمل رغوة السدر على جعل الشعر أقوى، فهو يقوي الجذور والبصيلات الضعيفة ويجعله أكثر صحة وحيوية. كذلك يعطي السدر الشعر لمعان وبريق وجمال، ويعمل على زيادة كثافته. كذلك يساعد السدر على تعزيز بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف. ولكن صاحبات الشعر الجاف يحاولوا دائما ترطيب الشعر بعد وصفات السدر، لأن السدر يقوم بتجفيف الشعر. ولكن صاحبات الشعر الدهني هذه الوصفة جدا مناسبة لهم، أو أي وصفة من وصفات السدر التي سبق ووضعتها بالقناة هي جدا مناسبة لصاحبات الشعر الدهني. نأخذ السدر، يفضل أن يكون السدر أوراق بالبيت ويطحن بالبيت حتى تنجح الوصفة. يكون مطحون بهذا الشكل على شكل بودرة ناعمة جدا، يكون على شكل بودرة. نأخذ أي برطمان ونضع به ملعقة طعام كبيرة من بودرة السدر، نضع كوب من الماء الدافئ مباشرة. يجب أن يكون الماء دافئ. ونقوم برج السدر مع الماء الدافئ. حتى نتحصل على رغوة كثيفة، لاحظي معي الرغوة، تتصاعد الرغوة، رغوة السدر بهذا الشكل. ونأخذ فقط الرغوة المتحصل عليها، الرغوة المتحصل عليها، ونوزعها على أماكن الفراغات بالشعر، ونقوم بتدليك الشعر لمدة 5 إلى 10 دقائق، تدليك خفيف فقط دون إيذاء الفروة. ندلك برغوة السدر جيدا، وبعدها نلبس الكيس البلاستيكي. يترك لمدة ساعتين أو ساعة وينزع الكيس البلاستيكي. لا حاجة لغسل الشعر بالشامبو، لأن رغوة السدر هنا تعمل على تنظيف الفروة، وهي بمثابة منظف رائع مكان الشامبو للشعر. استخدمي هذه الوصفة يوميا يوميا، استخدميها لإنبات الفراغات وتكثيف الشعر. وهذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات، وكذلك الرجال يمكن استخدام هذه الوصفة لهم وبكل أمان لإنبات الشعر ومحاربة الصلع، ولكن يجب الاستمرار عليها. قلت هذه الوصفة لا حاجة لغسلها، لأن السدر زمان كانوا يستخدمونه مكان الشامبو. وغسل الشعر طبعا حسب الأيام المعتادة لك، لكن لا يغسل الشعر بعد هذه الوصفة حتى تكون الوصفة ناجحة 100%. قلت لصاحبات الشعر الجاف جدا يجب ترطيب الشعر أو استخدام البلسم عند غسل الشعر. هذه الوصفة صالحة الاستخدام في الثلاجة لمدة أسبوع كامل. في كل مرة قومي برج العلبة، ويمكن استخراج هذه الرغوة إذا كان السدر طبعا، إذا كان أصلي، الرغوة تكون كثيفة في كل مرة. بالأخير
الوصفة الثانية لدينا هنا وصفة تساعد على تنظيف لفروة الرأس، كذلك تضفي على شعرك لمعانا لا مثيل لها، تخلص الشعر من القشرة تماما، كذلك تمنح الشعر القوة وتقيه من التكسر والتقصف، تزيد من كثافة الشعر وطوله وقوته. الوصفة هذه آمنة لجميع الأعمار من سن 2 فما فوق، يمكن استخدام هذه الوصفة وبكل أمان، تساعد في إصلاح الشعر التالف وإعادة الحياة إليه. مكوناتها لدينا حسب طول وكثافة الشعر، نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي، اليوغورت الطبيعي أو كما تسمى كذلك بالروبة، البديل هو اللبن الرائب، يمكننا استخدام كذلك الرائب الطبيعي، ومن الأفضل أن يكون محضرا في البيت. نضع عليه ملعقة طعام كبيرة من السدر المطحون على شكل بودرة ناعمة، نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل. صاحبات الشعر الدهني كثيرا تضيف ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون أو الخل الأبيض، نضيف ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو أي نوع زيت يناسب شعرك ويكون متوفر عندك في البيت. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض بهذا الشكل حتى نتحصل على ماسك يسهل تطبيقه على الشعر. هذا هو، نضع المزيج حتى يتخمر لمدة 30 دقيقة، بمعنى نغطيه ببلاستيك غذائي ونتركه يتخمر لمدة نصف ساعة، وبعدها نبدأ بفرده على الشعر حتى الفروة فوق جميع مناطق الشعر، وبعدها نغطي الرأس بغطاء بلاستيكي أو بقبعة بلاستيكية خاصة بالشعر لأطول فترة زمنية ممكنة. كذلك يمكننا إذا كنت مستعجلة استخدام القبعة البخارية إذا كانت متوفرة، مدة نصف ساعة فقط إذا كانت القبعة البخارية، وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو المناسب حبذا لو كان الشامبو شامبو السدر الموجود في قناتي، وأنصح بترطيب الشعر بعد استخدام هذه الوصفة خاصة لصاحبات الشعر الدهني بزيت جوز الهند أو زيت الأرغان أو زيت القطران أو زيت الزيتون بعد استخدام هذه الوصفة لحمايتها من الجفاف. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل، كذلك المرضعات يمكنهم استخدامها وبكل أمان، الأطفال الصغار كذلك، الرجال يمكنهم استخدامها لإنبات الفراغات، هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. هذه الوصفة تعتبر كبديل للكيراتين كذلك، حيث أن السدر يحتوي على مادة طبيعية تنعم الشعر، وفوائده رائعة جدا للشعر المتساقط لقدرته على إمداد الشعر بمجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر. رهيبة جدا هذه الوصفة للقضاء على القشرة، وذلك من أهم فوائد السدر للشعر المتساقط وقدرته على التخلص من القشرة نظرا لأنه يحتوي على مجموعة من المواد المطهرة والتي تعمل على تنظيف فروة الرأس من الأوساخ والأتربة التي تتراكم في الفروة وتتسبب في وجود تساقط الشعر، لأن نبات السدر من النباتات التي تحتوي على نسبة عالية من المضادات للأكسدة والتي تعمل على القضاء على البكتيريا والميكروبات والفطريات التي تتراكم في فروة الرأس وتؤدي إلى ظهور القشرة. ممتازة جدا هذه الوصفة للقضاء على القمل وحشرات الرأس. يمكن استخدام هذه الوصفة قبل كل استحمام،
قبل كل استحمام استخدميها آمنة صحية ونتائجها مذهلة. هذه الوصفة صلاحيتها لمدة أسبوع كامل، تغطى بعلبة في الثلاجة وتستخدم بعد تسخينها على حمام مائي. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.